اسمي حسين يوسف، من منطقة البقاع، بلد اسمه مدوخة بمنطقة جبلية، كتير جوة كتير حلو ورايق ونظيف. ابني عمره 28 سنة، مخطوف مع الدولة الإسلامية. نحن صح قدمنا أولادنا للمؤسسة العسكرية وللجيش ليحموا لبنان، مش ليكونوا أسرى وصير يتاجر فيهم. بس بكون كتير مخنوق، كتير تعبان، كتير متضايق، بحاول روح اقعد حد المي. ما بعرف، بحس فيها شيء، فيها سحر بصوتها، بعمق المي، بحس انه عم روح لبعيد. أجواء معكوسة من خلال الواقع بس إبراهيم هلأ من شوي بيقول فيها بأنه الأجواء إيجابية جدا في قضية العسكريين المخطوفين، بس في مثل شعبي بيقول الغريق بيتعلق بقش. نحن كل فترة بنفتش على قش لنرجع نتعلق فيها من أول وجديد. أنا يعني هون بالمخيم بس من جنين، بتعرفي بهرب أنا بس مخنوق. ايه حكى اللواء ابراهيم، حكى اللواء عباس ابراهيم كلمتين، عكس ايجابيات مهمه عن ملف المخطوفين. يلا الو سيدنا كيفك؟ يعطيك الف عافيه، كيفكم؟ خلي لي اياك يا رب، بس اذا في مجال بس هيك قولوا للدولة الرئيس هلا هالي فعان قلبهم حابين يشوفوك شوي يقعدوا معك نتفي بس. يلا خلي لي اياك بنطر منك. انا ابني مثلا ترك ابنه من الخطف، كان ابنه عمره شهرين، هلا صار عمره سنة واسبوع تقريبا. انا كباي وسته وامه هون نحن حاملين مسؤوليتنا تجاه ابننا، لانه هذا بيمثل ابننا اخر شيء. بس على طول منعيش بغصة وبحرقة. بيو وين؟ ليش بيو مش عم يحكي له سنينه؟ أو مش هو اللي عم بيعمل له عيد ميلاد؟ مع إنه بكل أسف مرق عيد ميلاده، وكنا حريصين على إنه ما نعمل له عيد ميلاد، لأنه حرقة بقلبنا إنه ما يكون بيو، طفي له شمعات. وقت تطلع فيه وتحضره بتحاول تستجلبه لعندك، تحس معه، تعيش معه، رغم انه بعيد بس بضلك تحس فيه. سرايا هسه بده يكون في خبر، بس اذا فينا نشوف اللي واقع بس ما عندي كل ما مسكر خطه. اذا بالاجتماع جوا ما مش حيفتح وين مع الوزير فيني احكي؟ نفسيا تعبان، الشغله بتعكس عليك نفسيا، مش يجي على بالك شيء اصلا. اكثر شغله بتيجي على بالك انك تدخن او تشرب قهوه بس.
علما بانه اكثر شيء بضر هو القهوه والدخان، بس بتحس انه ما بعرف ترتاح شوي، تنفس شوي. انت محبتكم ما فرح حدا عن حدا. الله يخليك، انا زعلت هسه. خلي اولادك والله يفرج همنا وهم الجميع ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يا عدل، ان شاء الله يا رب. تعال نشرب قهوه. يلا ولو بعد شفلك شفلك على بعد شفلك شفلي هلا هي تعرضك لك ضويلي يا لشوف يا بيك. الله اكبر الله اكبر عصفورين بشنينة قال لي يا زلمه يعني معلم حلو شكل لا ما في انتم متفائلين على قد هالشيء هل في معطيات مستفيدة ما بين سلبيات موجودة على الأرض من ناحية المعارك والاشتباكات اللي عم بتصير هذا الصراع نحن هاي لانه شوي بتكون جوا ابرد نتفي من هناك هلا بفتح بفوت هوا عليها بتصير فيك تقعد شوي فيها حبيبي حسون هلا شوي من احاسيسنا من الحياة اللي عايشينها من خلال الازمة اللي نحن وجدنا فيها بالوقت اللي ابدا انا ما كنت بتخيل حالي يوم من الايام احمل ولادي او اعتصم او اتصالح او اخاطب ولا ممكن كنت بتخيل حالي الثاني بشوفه فيها كل هيدي المأساة بعتبرها غبرة وطارت خلص بنتي بكل مأساة وبكل حزن ووجع بتصير مجرد ذكرى مرقنا فيها.